بسم الله الرحمن الرحيم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قامت كتيبه الهندسه ابو مازن تي ان تي التابعه لجبهه الوحده والتحرير الاسلاميه بالتعاون مع لواء احفاد الرسول كتيبه الشهيد ابو الحسن بزرع عبوات ناسفه داخل الفرقه 17 ونسفها، مما اسفر عن خسائر فادحه في صفوف العصابات الاسديه. والحمد لله 13/4/2013 تكبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.